في أول أيام موسم الوسم، كتلة هوائية ذات درجة حرارة أقل من المعتاد تقترب من شمال المملكة. التفاصيل بعد قليل. أسعد أوقاتكم بكل خير مجددا متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. استمرت الأجواء الحارة بتأثير نهار اليوم السبت في عموم مناطق المملكة. درجة الحرارة كانت أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، خاصة في المنطقة الشمالية، لكن تدريجيا وخلال منتصف الأسبوع يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس في المنطقة الشمالية كنتيجة لعبور لكتلة هوائية مائلة للبرودة عبر أو من شرق البحر المتوسط عبر منطقة بلاد الشام ونحو شمال الجزيرة العربية. تفاصيلها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة اعتبارا من يوم الأحد وخلال منتصف الأسبوع. يوم الأحد درجات الحرارة تبقى حول معدلات مثل هذا الوقت من العام في أغلب مناطق المملكة، انخفاض قليل على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية مقارنة بيوم السبت، لكن تدريجيا تبدأ هذه الكتلة الهوائية المائلة للبرودة بالاقتراب من شمال المملكة اعتبارا من يوم الاثنين، وتزداد تأثيراتها في شمال المملكة يوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في هذه المناطق لتكون في منتصف العشرينيات خلال ساعات النهار في كل من مرتفعات تبوك وأجزاء من شمال الجوف وأيضا شمال الحدود الشمالية، وتزداد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء لتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى بارد نسبيا في شمال المملكة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، تكون الأجواء صافية مع 26 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الأحد 38 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 24، الاثنين 37 إلى 23، ويوم الثلاثاء 36 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الأحد. نبدأها شمالا، تبوك 33 إلى 16 درجة مئوية، سكاكة 33 إلى 18، وعرعر 33 إلى 17 درجة مئوية، بالتالي هناك انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بيوم السبت. المنطقة الغربية نبدأ من المدينة المنورة 40 إلى 24 درجة مئوية، جدة طقس صافي 34 إلى 37، مكة المكرمة 42 إلى 27، الطائف 31 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 26 إلى 19، أبها 28 إلى 16، وجازان 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 37 إلى 25، حفر الباطن 39 إلى 20، والإحساء 40 إلى 24 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى الرياض 38 إلى 24 درجة مئوية مع أجواء صافية، بريدة 39 إلى 19، وحائل 34 إلى 15 درجة مئوية فقط خلال ساعات الليل. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.